قبسات النبوة. والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. حديثنا اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وفي رواية: ألطفهم بأهله. أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من خص النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الزوجة بعد ذكر حسن الخلق بصفة عامة، لأن الخلق يتضح مع أهل البيت أكثر من غيرهم، لعدم حاجة الرجل معهم إلى التصنع طول الوقت، فتظهر الأخلاق على حقيقتها مع طول العشرة. يقول عمر رضي الله عنه: كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساؤهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني عمر بذلك أن رأي الرجل في قريش هو الذي يمضي في أهل بيته، فلا يشاورهم ولا يعود إلى رأيهم أبدا إن أمر أو نهى. فلما ذهبوا إلى المدينة، أعني قريشا، وجدوا الأنصار رجالا تغلبهم نساؤهم، وهو عكس ما ذكر عمر سابقا، أي أن نساء الأنصار لهن رأي يؤخذ به وقول مسموع، وهذا لا يعني ضعف الرجل أبدا، ولكنه يعني مكانة المرأة في نفس زوجها، فهو يستشيرها وقد يعود لرأيها. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه. انتهى كلامه رضي الله عنه. ولا أدل من أمره صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعود بها رضي الله عنها من التنعيم إلى مكة لتطوف بالكعبة. جاء في الأثر: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وهذا الأثر بالمناسبة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع منه ولا من صحابي ولا من تابعي. هذه هي أخلاق الرجل الذي يفهم معنى الرجولة، لأن المرأة أسيرة عند زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. وكأنها مسجونة عند زوجها، وكأن إفراجها يكون بطلاقها. أيها الزوج، كن رجلا شهما، واجعل سجنها قلبك وقفصها ضلوع صدرك، فلا تخرج منه أبدا. فأي مسألة بين زوجين كانت بعيدة عن الحرام والحلال وكانت من المباحات ويستطيع الزوج أن يفعلها فليفعلها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أخي، أهلك أحق الخلق بحسن خلقك، أحسن الخلق معهم. إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن سررت سروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فخير الناس خيرهم لأهله. نحمد الله.